سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم جبت لك واحد الكريم او لابوماد اللي هي جدا رائعه لازاله حروق الشمس. سيري للبحر، تشمشي كيف بغيتي، سيري لابيسين، خرجي في الشمس، ديري اللي بغيتي، غتحيد كلها، ما غتشدش فيك. واخا تبرونزاي ملي تجي غادي ديري داك هاد البوماد اللي غادي نوريك، ما غيبقى فيك حتى شي حاجه. بحال كنتي كتكذبي، انا كنت في العروبيه وعرفتي الغرب، الشمس 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 الشمس، حاره حاره، تقولي قريبه ليك. والحمد لله الحمد لله، درت الماسكات ديالي تما، ولكن جيت درت هاد البوماد هادي، مشيت شريتها باش نبقى نديرها. جيت درتها بحال كنت كنكذب، ما شدت فيا الشمس والو، ما دات فيا لا حق لا باطل. هاد البوماد كنت كنديرها والله العظيم، ما كنكذب عليكم، والله العظيم كنت كنديرها في الصور انا وشي ناس اللي هما قرابين ليا. كنت كنديرها ملي كنجيو من البحر، ماشي كاع صغيره، حتى لهنا لهنا، والده زعما والده ولادي، وهذا قلت لك كنمشي وكنتبحر وكنجي وكنديروها لوجهنا ليدينا لعنقنا لكاع البلايص اللي كلاو الشمس، كنديروها بحال كنا كنكذبوا. جد رائعه. هانتي غادي نقول لك، غادي تجربيها، غتجربيها وردي عليا الخبار. تكوني ضرباتك الشمس، البشره ديالك شتيها حمارت ولات حمراء، وهذا حيت هذيك الحموريه راه كترجع بالكحوله، خصكم تعرفوا هذه القضيه. مشيتي للشمس وليتي حمراء راه كترجع بالكحوله، انا كنقولها لكم ودائما كنقول لكم. في تحت الشمس كنديروا هذا الواقي كل ساعتين وطبقه غليظه، وخاصنا الواقي اللي يكون ما يكونش يعني مزيت، لا خاصنا طبقه تكون غليظه سيدتي. نديرها كل ساعتين، ندي معايا قرعه الماء، غنقرص لوجهي وندير ليكرون. ما ديريش واحد فوق واحد نهائيا، ملي كديري واحد فوق واحد كتلولاني راه المفعول ديالو مشى. شنو كيولي؟ كيولي هو فين كيدخل لك المسام، كيولي ولي بوانوار، يعني كيوسخ لك البشره ديالتك. ثاني حاجه المسام كيبقاو دائما مفتوحين، كيساعد على فتح المسام ملي كديري واحد فوق واحد. من الاحسن تغسلي الوجه ديالك من الاول، واخا بلا يعني بلا صابون بلا جل بلا غير بالماء، غسلي مزيان وديري ليكرون واحد اخر، نشفي الوجه ديالك. دائما كلينكس عندك، قرعه الماء، نشفي الوجه ديالك وديري طبقه ديال الواقي الشمسي ديالك. سيدتي، بما اننا قلت لك في الصيف والبحورات ولا بيسين يعني والحروق، الحروق كاين اللي عندها البشره ديالتها صعيب 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 باش انها تحيد لها ديك الحموريه. هاد البوماد اللي غادي نعطيك راه في متناول الجميع، راه ماشي غير في الصيدليه كتباع، كتباع حتى عند مول الحانوت. غادي ديريها وترضي عليا الخبار اللي هي ما تندميش عليها، وما عندها حتى شي ضرر. الله يخليكم، الناس غيبداو يدخلوا للتعاليق وغادي يبداو يسبوا ويبداو يعايروا ويقول لك لا انت وليتي طبيبه، لا انت وليتي هذه، لا انت. نقول لكم حيدوا من الطريق وخليوا الناس يستافدوا. حنا دائما مع الناس اللي ما عندهمش وما في حالهمش بحالنا، وكنتهلاو في وجهنا غير بالموجود، كنتهلاو في وجهنا في البيت ديالنا وبالموجود. سيداتي دائما كنمشي لكم للبساطه. شوفي حبيبتي، ديري هاد البوماد اللي غادي نعطيك وردي عليا الخبار. وجهك تحرق لك بالشمس، ما حرتي 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 شنو ديري ليه. وليتي كتخافي تخرجي باش يتحرق، ما تخافيش، ما بقيتيش غتخافي على وجهك. ديري ليا هاد البوماد هادي اللي قلت لك وردي عليا الخبار. الكريم ها هو سيداتي، ها هو هو كينطا كينطا. جربيها وردي عليا الخبار بلا ما تهضري بزاف، بلا ما تهضري بزاف. كينطا جد رائعه. واللي عنده الحموريه في الوجه ديالو، شحال من وحده كتقول لي عندي احمرار في الوجه ديالي، ما كيبغيش يتحيد، كينطا اونتي روجور كتحيد الحموريه. سيداتي اللي عندها واحد العريقات كيكونوا هنا حمرين دائما، كيخليوها تحرج
من اللي كانت دايره الفون دو تان او لا ليكرو ان لا هذا، دوك الخطوط كيبقاو هكاك باينين مع كينطا ما كيبقاوش كتحيد. شوفي حبيبتي راه كلشي بين يدينا، غير حنايا كنبقاو نصعبوا الامور. جد رائعه، جربيها وردي عليا الخبار. الطريقه ديالها غادي تجي من الوقت اللي يلا دخلتي وجاك باقي حمر، مازال ما رجعتش كحوليه، حيت الحمريه ديال الشمس كتولي كحله. انا نقولها لكم راه نتوما عارفين، راه ماشي اول مره ولا هذيك الحموريه غادي تجي، غتغسلي وجهك بالماء بارد، غتضربي وجهك مزيان بالماء بارد، اولا غتاخدي لا دوش ديالك الا جيتي من البحر، وكتنشفي وجهك مزيان مزيان مزيان، وكتدهني كينطا طبقه غليظه. كديري الاولى طبقه الاولى برفقي برفقي بشويه، كدهنيها شكل دائري، وانتي غاده وانتي غاده وانتي غاده وجهك كامل بالطريقه الصحيحه اللي كنوريكم. جد سهله، غتعاودي طريقه اخرى، لان الاولى كتدخل هذا الوجه ديالك، كتدخل المسام، كتدخل داخل البشره، كتولي بحال مزيته. الثانيه ديريها من الفوق، كيولي وجهك بيض، غيولي وجهك دائره بيضاء، اللي شافوك الدراري الصغار غيتخلعوا. يشوفوك الدراري الصغار غادي يقول لك شنو هذا. جد رائعه كينطا، غزاله والله العظيم، غير جربوا والله العظيم. قلت لكم الا كنت كنديرها ما تسالوني حلوف، ومع ذلك تنحلف لكم كنت كنديرها ملي كنجي من البحر، كنت كندي الدراري يتبحروا، كنجي حمراء 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 بحال المطيشه، كندير كينطا بحال كنت كنكذب الا جا عندي شي حد، بحال ما مشيتش للبحر، بحال ما خرجتش نهائيا، فهمتي؟ الا جا شي حد ما كيقولش ليا واش كنتي في البحر او لا، ما كيبانش عليا كاع نهائيا، فهمتي؟ يعني ما كيرجع لك لا كحل لا حتى شي حاجه، كيحافظ لك على وجهك من الاحمرار، كيحافظ لك على وجهك ما يكحلش، كي تا ليطاش اللي فيك راه كيتحيدو مع المداومه. كينطا جد رائعه، وهي اللي صالحه لك في هذا الصيف، ومن غيرها كذاب، من غير الماسكات الطبيعيه طبعا راه كيساعدونا بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش الماسكات راهم زوينين، وانا ضد هذوك السيدات اللي تيقول لك ما كاينش ما احسن من البوتوكس والفيلر، سيري انت شبعانه بوتوكس وشبعانه فيلر، الله يهديكم والله يهديكم والله يهديكم. راه شوفوا غير الماسكات الطبيعيه جد رائعه، هذا الكريم ديال كينطا اولا بوماد كينطا جد رائع جد رائع. وخا انا حلفت لكم، خا نقول لكم ثنيا، نقول لكم جربوا، التجربه خير برهان. خليكم من هذوك الكريمات، خصني كريم 1200 1300، كاين كريم حتى اللي ديال 3000 درهم كيشريو الناس وما كيدير لهم والو، وفي الاخر حاجه ديال 10 دراهم اولا 15 درهم كترد لك وجهك مرايه. ايها لالا، ايوا البصمه البصمه البصمه. السلام عليكم، ما تنساوش بارطاجو التعاليق. السلام عليكم.